منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي. المحتويات: درس تمهيدي، درس الدراسات الاجتماعية وأدواتها. الوحدة الأولى: الطبيعة في بلدي، وديت بتتكون من 4 دروس. الدرس الأول: موقع مصر وأهميته. الدرس الثاني: الحدود الجغرافية والسياسية لمصر. الدرس الثالث: سطح مصر. الدرس الرابع: المناخ والنبات الطبيعي في مصر. الوحدة الثانية: السكان في بلدي، ودي بتتكون من 2 درسين. الدرس الأول: نمو السكان في مصر. الدرس الثاني: توزيع السكان على خريطة مصر. الوحدة الثالثة بتتكلم عن التاريخ، نشأة الحضارة المصرية القديمة، وديت بتتكون من 4 دروس. درس تمهيدي معلومات تاريخية. الدرس الأول: استقرار الإنسان المصري في الوادي. الدرس الثاني: الوحدة بين أقاليم مصر القديمة. الدرس الثالث: عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة. أول درس عندنا في مادة الدراسات الاجتماعية اسمه الدراسات الاجتماعية وأدواتها. طيب يا ميس، هي الدراسات الاجتماعية ديت بتعرفنا ايه؟ طب ايه موضوعاتها؟ هقولك موضوعات الدراسات الاجتماعية. هي بتعرفك على 4 حاجات. أول حاجة: أشكال السطح. طبعا احنا عارفين ان أشكال السطح عندنا مختلفة ومتنوعة، عندنا جبال، هضاب، تلال، سهول، هتتعرف عليها كلها في مادة الدراسات الاجتماعية. تاني حاجة: احوال المناخ. احنا بنعرف منين الجو برد او حر، هيبقى فيه رياح، هيبقى فيه امطار، بنتعرف على كل الحاجات ديت في مادة الدراسات الاجتماعية. تالت حاجة: التاريخ العريق. طبعا احنا عارفين ان مصر بلد الحضارة، مصر عندها 7000 سنة حضارة، احنا بنتعرف بقى على كل الكلام الحلو دوت وعن بلدنا الجميلة من خلال مادة ايه؟ من خلال مادة الدراسات الاجتماعية. رابع حاجة يا شباب: مصر الدراسات الاجتماعية بتعرفنا عليها علاقة مصر بالدول الأخرى. الدراسات الاجتماعية بتناقش علاقتنا بالدول الأخرى، وامتى بنعمل معاهدات، امتى بنتاجر مع بلاد معينة. تمام؟ نكمل ادوات تعلم الدراسات الاجتماعيه. طبعا يا شباب، علشان نتعلم ماده معينه بناخد ادوات. يعني ببساطه، انت في الرياضه مش بتتعلم عن طريق المنقله والمسطره والبرجل؟ نفس الفكره في الدراسات الاجتماعيه، ليها ادوات معينه. اول حاجه: نموذج الكره الارضيه. طبعا دوت يا شباب زي النموذج اللي موجود قدامنا في الصوره دوت بيبقى موضح عليه كل قارات العالم بكل المحيطات بكل البحار، بيسهل علينا دراسه الدراسات الاجتماعيه. تاني حاجه: الكمبيوتر او الانترنت. احنا طبعا لو عايزين نعرف اي معلومه عن الدراسات الاجتماعيه بنفتح الكمبيوتر خاصه الانترنت ونجيبها. تالت حاجة: المكتبة. ببساطة بتخش المكتبة تستعير أي كتاب عن مادة الدراسات الاجتماعية وتتعلم. رابع حاجة: الرحلات. لو أخدتك في رحلة دلوقتي للأهرامات أو أي مكان أثري أو متحف، هتتعلم حاجات كتير عن الدراسات الاجتماعية. خامس حاجة: الخريطة. الخريطة زي ما هي قدامنا كده يا شباب، مش هتلاقي أي مدرس داخل لك الفصل من غير خريطة. ليه؟ علشان بنوضح عليها أماكن البحار والمحيطات والجبال وكده. سادس حاجة: الأطلس. الأطلس دوت يا شباب بيبقى عبارة عن كتاب موجود فيه كل خرائط العالم بمختلف أنواعها ومقاييسها. طب تعالى نتعرف على التعريف بتاعه بالظبط. الأطلس هو مجموعة من الخرائط بمختلف أنواعها ومقاييسها لأي مكان على سطح الأرض. يعني هو عبارة عن كتاب كده يا شباب موجود فيه خرائط كتير 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 للعالم كله، موجود فيه خرائط لأي مكان على سطح الأرض بمختلف أنواع الخرائط ومقاييسها.
تمام. دلوقتي عندنا تعريفين بنتلخبط فيهم دايما. اول حاجة الصورة، هي ايه هي الصورة؟ بيقولك الصورة ديت هي لقطة لجزء من سطح الارض. باخد لقطة الصورة، الراجل لو رحت عند المصورات بياخد لك لقطة على طول لجزء من سطح الارض، بس احنا بما اننا بنتكلم عن الصورة الارضية فهو هنا بيقولك لقطة لجزء من سطح الارض. باستخدام آلة التصوير بنستخدم فيها كاميرا، ماشي، تظهر فيها الأشياء كما هي في الحقيقة، تظهر الأشياء في الصورة كما هي في الحقيقة. يعني الصورة ديت مثلا صورة لنهر النيل، ظهر فيها نهر النيل زي ما الرجل لقطها بالظبط، تمام. طيب ايه هو التعريف التاني؟ تعريف الخريطة، هي ايه هي الخريطة دي يا ميس؟ الخريطة هي رسم توضيحي برسمها بإيدي، ماشي، سواء لسطح الأرض كله أو جزء منه. يعني أنا ممكن أرسم خريطة لقارات العالم كله، أو ممكن أرسم خريطة لقارة من قارات العالم أو دولة من دول العالم، براحتي. هي رسمة توضيحية لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة إيه؟ مجموعة رموز وألوان ومقياس رسم محدد، وديت هنتناقش فيها أكتر في الصفحة اللي بعدها، زي خريطة مصر اللي موجودة قدامنا دي. دلوقتي يا شباب بعد ما تعرفنا على الخريطة هي ايه، تعالى نتعرف على العناصر الاساسية للخريطة. اول حاجة يا شباب عنوان الخريطة، تاني حاجة مفتاح الخريطة، ثالث حاجة اتجاه الشمال، رابع حاجة مقياس الرسم. طبعا هتقولي انا مش فاهم حضرتك بتقولي ايه، ايه العناصر الاساسية للخريطة دي؟ هقولك لكل خريطة عناصر اساسية، عناصر موجودة في كل خريطة. طب ديت بتساعدني في ايه؟ بتساعدني ان انا اقرأ الخريطة وافهمها كويس، ماشي. طب تعالى ناخد مثال، او مش ناخد مثال، تعالى نفهم الموضوع دوت بالتفصيل. اول حاجة عندنا عنوان الخريطة. عنوان الخريطة زي ما هو موجود قدامك كده، هو اللي بيوضح لك ايه اللي موجود في الخريطة من بيانات. ببساطة احنا لو عندنا اي كتاب موجود قدامك، لو عندك كتاب الدراسات الاجتماعية ومش موجود عليه عنوان من برة، انت هتقدر تعرف المحتوى بتاعه من جوه هو ايه؟ لا طبعا. فهو برضو زي عنوان الكتاب نفس عنوان الخريطة. عنوان الخريطة بيوضح لك ما تحتويه الخريطة من بيانات. الخريطة ديت عايزة تتكلم عن ايه؟ يعني مثلا عنوان الخريطة موجود قدامنا المدن الصناعية في المملكة، يبقى هو موجود في المدن الصناعية اللي موجودة في المملكة السعودية، تمام. يبقى الخريطة كلها بتتكلم عن المدن الصناعية اللي موجودة في المملكة السعودية. يجي هنا ويقول لك بما تفسر. السؤال دوت هتلاقيه بيتكرر معاك في مادة الدراسات الاجتماعية. يعني ايه بما تفسر؟ يعني ليه، ماشي. ايه اهمية عنوان الخريطة؟ بما تفسر اهمية عنوان الخريطة، أهمية عنوان الخريطة توضيح ما تحتويه الخريطة من بيانات وقراءة وفهم الخريطة. طبعا جملة قراءة وفهم الخريطة ديت هنثبتها مع الأربع عناصر بتوع الخريطة. يعني لما يجي يقولي بما تفسر أهمية مفتاح الخريطة، هقوله قراءة وفهم الخريطة، تمام. بعد ما تعرفنا على عنوان الخريطة، يلا بينا نتعرف على مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة هو مجموعة رموز وألوان بيوجد في أحد أركان الخريطة داخل مستطيل أو مربع. دوت يا شباب بيعرفنا إزاي نقرأ الخريطة ونفهمها. يعني إيه؟ يعني هو بيبقى فيه رموز وألوان موجودة في الخريطة، ماشي، هي بتتجمع كلها في مربع أو مستطيل، تحت أو فوق أو على اليمين أو على الشمال، في ركن من أركان الخريطة، تمام، جوه مستطيل أو جوه مربع،
تمام، وبنطلق عليه او بنسميه او بندلعه يعني بدليل الرموز والالوان، بما انه مجموعة رموز والوان. يبقى هيجي يقولك هنا صح او غلط، يطلق على عنوان الخريطة دليل الرموز والالوان، هنقول له غلط، مفتاح الخريطة. تمام، زي ما هنا متواجد قدامنا في الخريطة، مفتاح الخريطة موجود في مربع على اليسار تحت. تمام، طيب الرموز يا ميس هي ممكن تبقى ايه؟ الرموز ديت يا شباب ممكن تبقى على ثلاث اشكال. اول حاجة رسوم، بمعنى ان احنا ممكن نرسم رسمة الصليب مثلا، فيدل ان احنا متواجد عندنا على الخريطة ديت كنيسة، او ممكن نعمل رسمة هلال فيتواجد عندنا على الخريطة مسجد، او ممكن نرسم رسمة الطيارة فيدل ان هنا موجود مطار. تاني حاجة الالوان، احنا ببساطة احنا الالوان ديت هندرسها بشكل اوضح بكتير في درس سطح مصر، بس يكفي ان انا اقولك ان اي لون ازرق على الخريطة بيدل على المسطحات المائية. يعني ايه مسطحات المائية؟ يعني مية، سواء بحر سواء محيط سواء بحيرة سواء نهر ايا كان. تمام، طيب تالت حاجة ايه؟ اشكال هندسية. والله انا مش عارف اعمل رسمة ولا لون، وعايز اطلع الخريطة بتاعتي خريطة بيضة، فانا هقوم عامل شكل هندسي، اقول مثلا ان اي جبل في الخريطة ديت هيبقى على شكل مثلث، فانا لما اعمل لك مثلثات فانت هتعرف ان ديت جبال موجودة مثلا على البحر الاحمر. لما يجي اعمل مثلثات على البحر الاحمر هتفهم ان في جبال على البحر الاحمر. طيب هنا سؤال، بما تفسر ايه اهمية مفتاح الخريطة؟ انا سألته في الصفحة اللي فاتت وانتوا كنتوا بتردوا عليا وبتقولوا لي قراءة وفهم الخريطة. تمام، يبقى اهمية مفتاح الخريطة بيساعدنا في قراءة وفهم الخريطة. يا شباب معانا ثالث حاجة، اتجاه الشمال. بيقول لك يوجد في كل خريطة سهم يشير دائما الى جهة الشمال، زي السهم اللي موجود دوت. سهم بيشير الى جهة الشمال يعني بيشير الى فوق. تمام، طب ايه اهمية السهم ده يا ميس؟ ايه اهميته؟ بيقول لك بيعرفك باقي الاتجاهات الاصلية والفرعية. طب ايه هي يا ميس الاتجاهات الاصلية والفرعية ديت؟ هقول لك الاتجاهات الأصلية عددها أربعة، زي ما هي موجودة قدامنا كده. انت لو واقف دلوقتي قدامي، لو واقف هتبص لفوق هتلاقي عندك جهة الشمال، عكسها تحت عند رجليك جهة الجنوب. ماشي، لو انت واقف وباصص لي فاتجاه الشرق دوت هيبقى على ايدك اليمين، اتجاه الغرب هيبقى على ايدك الشمال اللي هي الايد اليسرى. تعالى نقولهم تاني، اتجاه الشمال هيبقى لفوق، عكسه اتجاه الجنوب. عندك الصورة اهي موضحاه، اتجاه الشرق عكسه اتجاه الغرب. اتجاه الشرق دوت هيبقى على ايدي اليمين. لو انا بقى مش عندي اتجاه سهم اتجاه الشمال موجود على الخريطة اصلا، انا مش هبقى عارفة بقية الاتجاهات الاصلية والفرعية هبقى عارفها ازاي؟ يعني بما ان اصلا دي سهم اتجاه الشمال. يبقى بما تفسر اهمية سهم اتجاه الشمال، هنقول دوت اللي بيساعدنا في معرفة باقي الاتجاهات سواء الاصلية او الفرعية. والاتجاهات عندنا الاصلية اربعة، شمال وجنوب وشرق وغرب، عددهم اربعة. طيب
تعالى نخش على الاتجاهات الفرعية. بيقولك الاتجاهات الفرعية هي كمان عددها 4. طيب هي الاتجاهات الفرعية دي اللي عددها 4 موجودة فين؟ بيقولك ما بين كل جهتين أصليتين في جهة فرعية، يعني ما بين الشمال والشرق هتلاقي جهة فرعية اسمها الشمال الشرق، ما بين الشمال والغرب هتلاقي جهة فرعية اسمها شمال غرب، ما بين الجنوب والشرق هتلاقي جهة فرعية اسمها جنوب شرق، ما بين الجنوب والغرب هتلاقي جهة فرعية اسمها جنوب غرب. يبقى الاتجاهات الفرعية هي كمان عددها 4، ويوجد ما بين كل جهتين أصليتين جهة فرعية، وبرضو يوجد ما بين كل جهتين فرعيتين جهة أصلية. يعني هاجي أقولك يوجد ما بين جهتين الشمال والشرق جهة نقط، ما بين الشمال والشرق جهة ايه؟ جهة الشمال الشرق. طب يقابل جهة الشمال الشرق جهة ايه؟ يعني ايه يقابلها؟ يعني اللي قدامها على طول. هي ايه اللي قدامها؟ هنعكس الكلمتين، الشمال عكس الجنوب والشرق عكس الغرب، يبقى الجهة اللي بتقابل الشمال الشرق الجنوب الغرب. طيب يقابل جهة الشمال جهة الجنوب، تقابل جهة الجنوب الشرق، ايه اللي بيقابل الجنوب الشرق؟ هنعكس الكلمتين، هنعكس الجنوب وهنعكس الشرق، هنلاقيها طلعت معانا شمال غرب. تمام كده يا شباب؟ دلوقتي يا شباب معانا اخر عنصر في عناصر الأساسية للخريطة، مقياس الرسم. طب هو ايه مقياس الرسم ده؟ مقياس الرسم دوت يا شباب النسبة ما بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. يعني ايه يا ميس الكلام الكبير ده؟ هقولك يعني احنا دلوقتي مثلا قاعدين في فصل، هل ينفع انا هجيب ورق بحجم الفصل ده كله علشان اقدر ارسم الفصل؟ لا. فاحنا بنجيب ورقة واحدة وبنعمل عملية تصغير للفصل في الورقة دي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفصل دوت مثلا 100 متر، ماشي، والورقة بتاعتي 100 سنتي، فانا هعمل ايه؟ هعمل كل متر على الحقيقة على الطبيعة هعمله بسنتي واحد على الورقة. هي دوت بالظبط وظيفة مقياس الرسم. مقياس الرسم بيصغر لنا المسافة بدل ما هي على الطبيعة كبيرة جدا، هو بيصغرها على الخريطة بمقياس معين، يعني بنسبة معينة. يعني مثلا لكل 100 كيلو في الحقيقة هو بيعمله ب1 سنتي على الطبيعة. تمام؟ يبقى ايه هو تعريف مقياس الرسم؟ النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. طيب يجي سؤال ويقولك بما تفسر ايه اهمية مقياس الرسم ده؟ هنقول له قراءة وفهم الخريطة زي ما احنا متعودين. طيب بيقولك في انواع لمقياس الرسم، في منه نوعين، ايه هما؟ اول حاجة مقياس بياني، هيجي لك كده زي صورة النسبة 1 إلى 10,000، يبقى كده احنا نعرف ان 1 على الخريطة يعني السنتي على الخريطة بمعنى 10,000 كيلو في الحقيقة. تمام؟ تاني حاجة المقياس الخطي، بيجي لك على شكل خط كده يا شباب زي ما موجود في الصورة قدامنا، بيقول لك مثلا ان هو بدأ من 10 لـ20 لـ40 لـ60، يبقى كده كل 10 كيلو في الحقيقة هو بـ10 سنتي في الخريطة. اخر حاجة عندنا يا شباب ايه هي اهمية الخريطة؟ الخريطة ليها اهمية كبيرة جدا جدا في حياتنا، حيث انها اول حاجة بتساعد الانسان في معرفة الاماكن ومواقعها. انا لو سائح مثلا وموجود في مكان معين، انا مش هعرف اروح المكان الاماكن اللي انا عايز ازورها من غير ما يتواجد معايا خريطة للبلد اللي انا رايحها.
تاني حاجة بتساعد المعلم في الشرح، زي ما قلت لك مش هتلاقي اي مدرس داخل لك فصلك من غير الخريطة، لان هي بتساعده في الشرح. انا بوضح عليها اماكن الجبال والبحار والحاجات دي كلها، فبالتالي انت بتقدر تعرفها. تالت حاجة بتساعد التلميذ في المذاكرة، انا لو قاعد في البيت ونسيت مثلا البحر الاحمر دوت موجود في الشمال ولا موجود في الشرق، هعمل ايه؟ هقوم مطلع الخريطة واشوف عليها البحر الاحمر متواجد فيه. تمام. رابع حاجة بيستخدمها افراد كتير جدا زي الطيار والسائح، طبعا بيتعرفوا على الخريطة وبيعرفوا الاماكن وهم موجودين في اماكن معينة، سواء الطيار في المطار او السائح في بلد اجنبية.